أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا السلام عليكم إخواني وأخواتي brothers and sisters. Welcome my YouTube channel Quran Host مضيف القرآن الكريم. Please subscribe the channel for more Quranic and Islamic lessons. Like follow our Facebook page, share videos. If you need Quran teacher, then contact me for learning for your children. Okay. Now we start with the Muddathir second part. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم
وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر قلنا إنه مشدد رايت إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين صدق الله العظيم. Shukran jazilan for watching, brothers and sisters. Thank you very much for watching. If you need Quran teacher, then you contact me online, via Skype, via Zoom. Contact me on the WhatsApp number and we will make the classes online via Zoom, via Skype, inshallah. Right? For your children, for yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.